في الورش الملك الكبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الذي سعى من خلاله المرحلة الأولى والثانية إلى محاربة الفقر والهشاشة بوسط القروي ووسط الحضري، واستطاع تقريب خدمات اجتماعية وصحية من المواطنين دون أن نغفل المرحلة الثانية التي عرفت برنامج التهيئة الترابي الذي اعتنى بالبنية التحتية خاصة بالمناطق الجبلية والقروية. رفقي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمل تقييم تنغيف. في إطار تخطيط الديكا 17 لانطلاق المبادرة الوطنية البشرية لا تصلنا ينصروا الانطلاقة ديالها يوم 18 ماي 2005، تم اليوم عقد واحد اللقاء موسع على صعيد إقليم تنغير. خلال هذا اللقاء تم بعد استماع الكلمات التأطيرية والتوجيهية سيد العمل، تم استماع لواحد التقرير حول إنجازات ديال المبادرة الوطنية البشرية خلال المرحلة الثالثة، خصوصا الإنجازات ديال البرنامج الثالث، بحيث أن هذه السنة كيتم اتخاذ الذكرى تحت شعار إدماج الشباب، ونظرا للمكانة المهمة اللي كتطبيعت فيها ديال الشباب في إطار هذا الورش الملكي، فتم تمويل واحد العدد ديال المشاريع لفائدة الشباب اللي كتختلف من جميع سميتو لي سيكتور برودكتيف او المحاور الانتاجيه بالاقليم، من السياحه، الفلاحه، الصناعه التقليديه والخدمات. كما تم كذلك استماع شهادات بعض المستفيدين من هذه المشاريع والارتياح ديالهم النتائج اللي وصلوا لها من بعد التمويل ديال المبادره. وفي الختام فتم توزيع واحد الاسطول ديال النقل المدرسي على فائده الجامعات القرويه اللي كتعاني من النقص في هذا المجال هذا. كما تم منح واحد الوحده الطبيه متنقله لتشخيص سرطان الثدي اللي تم اقتناء ديالها في اطار المبادره، وتم التسليم ديالها للمندوبيه الاقليميه للصحه بتنغير. وكذلك في اطار اعاده هيكله ديال مضايق تودغا، وفي اطار الاجتماع التضامني تم تسليم واحد ثلاث وحدات عباره عن مقاهي متنقله لافراد تعاونيه محليه اللي غتمكنهم اولا من تحسين الخدمه الموجهه للزبون، وكذلك غتمكن من تحسين الوجه ديال المضايق ديال تودغا. كذلك في اطار الاهتمام بالاشخاص في وضع الاعاقه، فتم تسليم سيارات نقل لفائده اطفال التوحد لفائده جمعيه محليه بتنغير. محمد بن بامو النائب الأول لرئيس جماعة حصية. المناسبة السنة 17 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم 18 مايو 2022، قام عامل صاحب الجلالة على إقليم تنغير على توزيع عدد من النقل المدرسي على بعض الجماعات في الإقليم، ومنها جامعة حصية التي نالت حافلة للنقل المدرسي. هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها عامل صاحب الجلالة على إقليم تنغير في مجال النقل المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي، سيمكننا هذا النقل أو هذه الشاحنة للنقل المدرسي ستمكننا من حل بعض المعضلات فالعالم القروي التي تمتاز بها جماعة حصية. وتنشكر السيد العامل إن شاء الله، وتنتمنوا المزيد من الإنجازات إن شاء الله في هذا الإطار.
السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في إطار الاحتفال بالنسخة 17 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. اليوم في هذا الاحتفال هذا اللي شرف عليه السيد عميل صاحب الجلالة على إقليم تنغير، واللي كان من خلاله تقديم واحد مجموعة ديال العروض والحصيلة ديال المبادرة الوطنية خصوصا على إقليم تنغير، تم كذلك توزيع واحد المجموعة ديال الحافلات النقل المدرسي ومجموعة من المشاريع الاقتصادية لواحد المجموعة ديال التعاونيات، من بينها أيضا استفادة جماعة تنغير في واحد اتفاقية شراكة بينها وبين المبادرة الوطنية والعمالة ديال تنغير وجمعية التواصل لدعم وإدماج الأطفال التوحديين بتنغير. هذه الحافلة هذه اللي استفدت منها هذه الجمعية هذه في إطار هذه الاتفاقية غادي تساهم في التخفيف من المعاناة ديال الأطفال التوحديين، ومن غادي تساعدهم في التنقلات اليومية ديالهم إلى المراكز ديال اللي كتحتضنهم واللي كتعتبر المراكز ديال الإدماج ديالهم. هذه المبادرة جات من خلال واحد الاتفاقية ديال الشركة بين هاد الأطراف المشاركة، واللي حظت بواحد الاهتمام كبير من عند عميل صاحب الجلالة على إقليم تنغير، مشكورا على الخدمات الجليلة اللي كيقدمها للسكان والساكنة ديال تنغير والاهتمام ديالو بهاد الفئات الاجتماعية اللي كتعاني من واحد المجموعة ديال المعاناة الاجتماعية اليومية. هاد الحفلة هادي غادي تخفف من الاحتياجات ديالهم ومن المعاناة اليومية ديالهم، خصوصا أن الآباء ديالهم أيضا كيعاني ومن خلال نقل الأولاد ديالهم اليومي إلى هاد المراكز ديال هاد الأطفال هادو. إذن كنشكروا عميل صاحب الجلالة وجميع الفاعلين اللي ساهموا في هاد المبادرة هادي، وكنتمنوا أن هاد المبادرة تستمر على مدى السنوات المقبلة إن شاء الله. في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استفادت تعاونية مضائق تدغى بتدغى العليا من ثلاث حافلات مجهزة وثلاث مراحل متنقلة. شكرا جزيلا للسلطات المحلية من قريب أو بعيد. الشعور ديالنا كنا فرحانين وكنتسناوه بكل شحال هذه واحد العامين، وحنا كنتابعوه باش يخرج هذا المشروع للوجود. الحمد لله الحمد لله على هذه المبادرة التي كنا نحن استفدنا منها، والحمد لله شكرا لجميع السلطات صغيرا وكبيرا، الله ينصر سيدنا، والحمد لله على تنمية المبادرة التنمية البشرية، اللهم لك الحمد. نشكر الله عز وجل على وفائه على كل شيء، الله أكبر الحمد لله. أنا شعور ديالي النهار اللي تصل بينا الرئيس سي جواد وعدنا قال لك عهدكم إن شاء الله يكون هالشي إن شاء الله، أرى وفى لنا بالعهد الحمد لله الحمد لله، شعرت بالفرح. لا سيد الرئيس وعدنا الحمد لله، وسيد العامل وعدونا الحمد لله، أرى وفوا بالعهد الحمد لله، اللهم لك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. أولا وقبل كل شيء حفظك الله يا أمير المؤمنين، حفظك الله يا أمير الفقراء، حفظك الله يا ملكنا العظيم، نصرك الله وأيدك، نحن جند مجندين وراءك، جزاك الله كل خير. الناس هنا فقراء ولله الحمد، لقد استغاثوا بهذا الإنجاز العظيم، المقهى في مضايق تدغى، يعني شيء عظيم. جزاكم الله كل خير، وأشكر الشكر الكريم والشكر الكبير لسيد عامل إقليم تنغير والسيد رئيس الدائرة والطاقم، كل من عمل على هذا المشروع لكي يصل إلى مكانه، جزاكم الله كل خير.